الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان ويرد لنا في كل وقت وحين: هذه المظالم بين العباد فيما بينهم، هذه المظالم في التعاملات التجارية وفي الحقوق المالية وفي الحقوق الأدبية، ضياع الميراث وأكل أموال الناس بالباطل، أكل أموال اليتامى بالباطل، أكل الحرام، أكل حقوق الناس، اغتصاب أراضي الفقراء والمساكين، اغتصاب الحقوق، كل أنواع المظالم المنتشرة عند المسلمين للأسف الشديد، بل غياب العدل، غياب العدل في الحكم حتى بين الإخوة والأخوات في الأسرة الواحدة، غياب العدل الذي يزرع أحياناً غياب العدل بعض الآباء والأمهات، غياب العدل حتى على مستوى المجتمعات بل على مستوى الأنظمة، وأصبحت كلمة العدل كلمة بعيدة المنال للأسف الشديد عند المسلمين. ولذلك هذه المظالم اللي كل يوم بتكثر، مظالم بكل صورها وأشكالها، مش عارفين ليه العالم الإسلامي بصفة خاصة هي المظالم منتشرة فيه بهذه الصورة، العدل السياسي والعدل الاجتماعي والعدل الاقتصادي والعدل المجتمعي، ولا حتى عدل في الضوابط الشرعية، ولا عدل حتى في التقسيمات الشرعية والأحكام الشرعية. الظلم انتشر في كل شيء، تشربته العقول وتشربته القلوب وتشربه المجتمع. هو إيه اللي بيحصل؟ هو ليه المجتمع المسلم اللي بيصلي ويصوم ويزكي ويحج ليه بيعمل كل ده وفي نفس الوقت هو نفسه اللي بيظلم أخوه وبيظلم أخته وبيظلم جاره وبيظلم الناس اللي بيتعاملوا معاه وبيظلم زبينه وبيظلم أتباعه؟ ليه كده؟ هل من قانون في القرآن؟ هل من منهجية في القرآن بتحمي المجتمع من موضوع الظلم ده؟ بتعمل له وقاية؟ بتحفظه؟ بتضبط حركته؟ يا ريت لو فيه منهجية أو قانون أو علاج ممكن يساعد المجتمع يتخلص شوية من الظلم ده ويبرأ من هذا الوباء وهذا البلاء وهذه الكارثة، تدلون عليه، لأن العالم الإسلامي كله في حاجة إلى إغاثة عاجلة بقانون القرآن مع الظالمين، بقانون القرآن مع المعتدين، بالقانون القرآني لعلاج الظلم. وقبل أن أتحدث عن قانون القرآن، أؤكد مرة أخرى أن الأمراض التي يعيشها المجتمع والتي تشتكي منها الأمة، وأن العدل حينما يغيب، وأن أي قيمة سلبية حينما تنتشر في الأمة، ليس ذلك إلا بمخالفة قانون قرآني، قانون إلهي. فإن عدنا مرة أخرى إلى قوانين القرآن تنضبط الحياة ويقام العدل بين الأفراد وبين الأمم وبين المجتمعات. ولما نرجع لقوانين القرآن نجد الله تعالى يضع أول مادة في القانون: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فبدأ بتربيتنا على العدل وأعطى من نفسه مثالا سبحانه وتعالى: يا عبادي إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. حرم الظلم على نفسي سبحانه وتعالى وهو الملك. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فأول قاعدة في القانون أنه سبحانه وتعالى يثني على ذاته
بأنه لا يظلم مثقال ذرة. ثم المادة الثانية في القانون: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الكتب المقدسة ثم القرآن مهيمنا على كل الكتب جميعا جاء ليقام القسط ويقام العدل. زلنا الكتاب هذا ليقوم الناس بالقسط، فنعود للقرآن وقوانين القرآن لنعود إلى القسط مرة أخرى. ثم المادة الثالثة في قانون الظلم ومنهجية التعامل مع الظلم، إن ربنا بيحذر، يقول سبحانه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. والمادة الأخيرة في القانون يقول تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. مثقال ذرة، مثقال ذرة، مش واكل أموال من حرام وعاش من حرام ونبت جسمه من حرام وبيتنفس في الحرام. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نسأل الله أن يسترنا في الدارين. من يعمل سوءا يجزى به، ده القانون. لما نخالف القوانين الأربعة هذه ونعرف أن الله لا يظلم ونحن نظلم، وأنزلنا الله تعالى أرسل الرسل بالبينات وأنزل معهم الكتاب ليقوم الناس بالقسط، فنحن نترك الكتب ونتبع الهوى فنظلم الناس ونتغافل عن قوله: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، فنظلم ونبغي ونطغى ونتجبر ونفتري، وإحنا ناسين إن ربنا سبحانه وتعالى يكتب: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. من أجل هذا نحتاج إلى أن نلقي نظرة على من التزموا بهذا القانون، ونظرة معاكسة على الذين خالفوا هذا القانون. ومخالفة القانون تحكي ما نحن فيه. فالذين التزموا بالقانون أحبهم الله تعالى، الذين التزموا بالعدل والقسط نالوا محبة الله تعالى، ومحبة الله لا تشترى بمال الدنيا بأسره. الله يحبهم، إن الله يحب المقسطين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، محبة ربنا سبحانه وتعالى. وإذا أحب الله عبدا فقد نال كل الخير ونال محبة كل الخلائق ونال كل الرضا من الله تعالى، لأن الذين أحبهم الله هم الذين يرضى عنهم. إذن أول فائدة تعود على الذين التزموا بالعدل والتزموا بهذا القانون المحبة. بل ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيثني على هؤلاء الذين ابتعدوا عن الظلم، قال تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ربنا بيشرف هؤلاء ويقول للعباد كلهم والملائكة وكل المخلوقات: ده فيه ناس، فيه بشر، فيه مؤمنين من الناس بيقوموا بالحق والعدل. وممن خلقنا، شوف التشريف دي شهادة تقدير، وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. أسأل الله أن نكون منهم جميعا. ومن قوم موسى أمة يهدون الحق وبه يعدلون. ثم وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدل لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذا كان الأمر بهذه الصورة، فأهل الوفاء أهل العدل ربنا سبحانه وتعالى كتب لهم التمكين،
التمكين لا يكون للظالم، لا يكون للفاسق، لا يكون للفاجر. لذلك قال ربنا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، الكتاب القرآن، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. إذن التمكين، الناس بتبحث عن الأمن والأمان، والأمان والأمن مش في القوة ولا في العتاد فقط ولا في العدة فقط ولا في الحراسة، الأمن والأمان في الإيمان، الأمن والإيمان في العدل، الأمن والإيمان في القسط. هتبحث عن الأمن بعيدا عن كده هتجد أي ظالم في العالم مذعور، وإن بدأ إنه هو متكبر يعني قوي لكنه مذعور، لأن الباطل لجج، الباطل زهوق، الباطل دايما في خوف، في ذعر، ما بيبقاش حتى عايز يسمع الحق، مش قادر يسمعهم، خايف يسمعهم، بيحجب أصواتهم عشان ما يسمعهمش لأنه مش هيقدر يسمعهم، ومش قادر يتكلم في الحجة بتاعتهم كمان، مش عايز يسمع حتى الحجة، فلما يقول الحجة بدل ما يتكلم عن الحجة بالحجة ولا الرأي بالرأي، لا، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. ظالم طاغي مش قادر يسمع الحق. أهل الحق وأهل العدل يتعاملون مع القلوب فيلينون القلوب للحق، أما أهل الظلم فيستخدمون القوة لإخضاع الناس. من أجل ذلك كان الأمن، يقول تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، مستقر النفس، منصلح البال، هادئ السريرة، مش خايف من الظلم، لأن الظلم غول بياكل الظالم، بياكل قلبه، بياكل رأيه، بيعيشه دائما في هلع وفي خوف. لكن أهل التقى، أهل الإيمان، أهل الإخلاص، أهل التوحيد يعيشون في أمان، يعيشون في سلام، يضمنون محبة المولى سبحانه وتعالى. ثم المجتمع العادل مجتمع آمن بتقام فيه الحدود. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فالقصاص العادل بيأمن المجتمعات ويجعلها مجتمعات حية. ولكم في القصاص حياة، حياة تحيون بها حياة سليمة، حياة مستقرة، حياة آمنة، لأن الخوف إذا دخل المجتمع لا تكون حياة، لا يمكن أن تكون الحياة مع الخوف ومع الذعر، لكن العدل والاستقرار والأمان إنما يكمن في إقامة العدل. بل إن إقامة العدل من أسباب سعة الرزق. يقول تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. الإيمان والتقوى عدل، الإيمان والتقوى استقامة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ومن هنا كانت سعة الرزق مرهونة بالعدل، مرهونة بالاستقامة، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وعلى عكس ذلك تماما هؤلاء الذين ولغوا في الظلم فحرموا من محبة الله تعالى. نعم، يا تخيل أن يحرم الإنسان من محبة الله، فإذا حرم من محبة الله ماذا يجمع وماذا يكسب وماذا يأخذ؟ إنه لا يفلح الظالمون، إن الله لا يحب الظالمين، إنه لا يحب الظالمين، الله تعالى لا يحب الظالمين، بل يمحق سبحانه وتعالى ما عندهم، يمحق بركتهم، يمحق ما عندهم من مال، يمحق ما عندهم من قوة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد.
فقطع دابر القوم الذين ظلموه والحمد لله رب العالمين. ربنا بيقول كده، الظلم أخرته قطع الدابر، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وإن ما تعانيه البشرية في حياتها من ابتلاءات وكوارث ومصائب وجرائم ليس إلا انعكاسا لظلم ظلموه، وأحكام جائرة أطلقوها، وعوج تحلوا به، وعدل حاربوه. قال ربنا جل في علاه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ليذيقهم بعض الذي عمل، ليس كل، لأن ربنا لو حاسب الناس بكل ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن سبحانه وتعالى يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، لا مدد لهم ولا ولي لهم ولا ناصر لهم. ثم كتب الله تعالى للظالمين، كتب عليهم الهلاك: لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وربنا أعطانا مثل: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. يقول تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وعتفتكر إن ربنا نسيهم، وعتفتكر إن ربنا سبحانه وتعالى غفل عنهم، وعتفتكر إن الظلم الكتير اللي أنت مش عارف تحسبه ده ربنا ما أحصاش. وكل شيء أحصيناه كتابا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. إنما نعد لهم عدا. إذن الحرمان من عهد الله عقوبة للظالمين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ثم الحرمان من الجنة بل وجوب دخول النار. الحرمان من الجنة ووجوب دخول النار. قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، وإن كان سواك، مش سيارة، مش عمارة، مش شركة، مش بيت، مش أراضي، مش ممتلكات، مش عقارات، مش عاش بالحرام، مش نبت جسمه من حرام، مش أطعم أهله من حرام، كل ده لأ، ده خد سواك، بسواك بغير حق، فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحللها منه اليوم. مظلمة من عرضه، من ماله، من أي نوع من المظالم، فليتحللها منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم. النهاردة في عملة ممكن نخلصها بالفلوس، بكرة ما فيش عملة دراهم ودنانير ودولارات، في عملة الحسنات والسيئات. قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا مال له. قال: لا، المفلس من أتى بصلاة وصيام وقيام ولكنه أتى وسب هذا وسفك دم هذا وقتل هذا وأكل حق هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه فألقي في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن الذين ضلوا الطريق ووقعوا في الظلم يتذكروا قول الله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم
وقفوهم إنهم مسؤولون. والله يا إخواني هذه الآية وحدها تكفي. اقعد كررها كده وتفكر فيها، وقفوهم إنهم مسؤولون. قفوهم عرايا، سيسألون، سيسألهم الله على رؤوس الأشهاد في كل صغيرة وكبيرة، لماذا قلت كذا ولماذا فعلت كذا. وقفوهم حتى يراهم الناس وتراهم كل الخلائق وتشهد على خزيهم كل الخلائق. وقفوهم إنهم مسؤولون. إذا كان الأمر كذلك فنحن نحتاج إلى معينات حتى نتقي الظلم، ومن تلك المعينات أن نقوم بواجبنا في المحاسبة. أولا أن نحاسب أنفسنا، أن نحاسب أنفسنا ونشتد في حسابها، وأن نسعى لأكل الحلال ونسأل الله أن يرزقنا الطعام الحلال، وأن نتجنب مثاقيل الذر من الظلم. وفيه يا أخواني ظلم المعنوي، سوء الظن بالناس أو شهادة الزور على الناس أو اغتياب الناس، ده ظلم ضخم كبير نتخلص منه قبل ألا يكون دينار ولا درهم. أن ندعو الله تعالى ألا نكون من الظالمين، وأن يغفر الله لنا، وأن يرزقنا العدل، وأن نكون من أهله، وأن نتذكر أن الله تعالى أعد للمقسطين مكانا خاصا كما في الحديث، إن المقسطين على منابر من نور على يمين المولى عز وجل يوم القيامة. الله تعالى أعد لهم منابر من نور سبحانه وتعالى يوم القيامة في مكانة تغبطهم عليها البشرية بأسرها. حينما نتذكر هذا ونتواصى بالمحاسبة ونتواصى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن بني إسرائيل عذبهم الله أخذهم لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. أن نتناهى لما تجد أخوك بيخطئ ولا بيظلم، قل له يا ظالم، ونقول مرة وثانية وثالثة. لابد أن نعود إلى ضبط الحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما، كيف ننصره ظالما؟ قال أن تأخذ على يديه، تمنعه، تحجبه عن الظلم. أعظم هدية تأديها لأخيك ولمن تحب أن تدفعه عن الظلم، لأن الظلم ظلمات، الظلم ظلمات يوم القيامة، وأعظم الظلم الشرك بالله تعالى، إن الشرك لظلم عظيم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم قول الحق، وأن نحكم بالعدل، وأن نصفي قلوبنا ونفوسنا، وأن نتجنب الظلم ما ظهر منه وما بطن، وأن يطهرنا سبحانه من أضران الشرك كلها، وأن يجعلنا من المقسطين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنهزم نفسيا في أي مرحلة، تذكر أنك الأقوى، لأن قضيتك عادلة، ولأن الظلم لا يدوم. لا مفر أمامك من دفع الظلم حين يأتيك إن أردت البقاء إنسانا. الحياة تدور، ثم يصاب كل ظالم بما ظلم، وكل شامت بما شمت، وكل مسيء بما أساء. لا تحزن، إن ربك أعدل العادلين، يأخذ حقك ولو بعد حين. لو كان الاستبداد رجلاً وأراد أن يحتسب بنسبه لقال أنا الشر وأبي الظلم وأمي الإساءة وأخي الغدر وأختي المسكنة وعمي الضر وخالي الذل وابني الفقر وابنتي الحاجة وعشيرتي الجهالة ووطني الخراب. كم من طغاة على مدار التاريخ ظنوا في أنفسهم مقدرة على مجاراة الكون في سننه أو مصارعته في ثوابته، فصنعوا بذلك أفخاخهم بأفعالهم، وكانت نهايتهم الحتمية هي الدليل الكافي على بلاهتهم وسوء صنيعهم. من يصبر على الضيم ولا يتمرد على الظلم ويرضى به أو يبرره يكون حليفا للباطل وشريكا للسفاحين، ويحشر يوم القيامة في زمرة الظالمين.
كونك مظلوما لا يحل لك أن تقع في الظلم، وكونك صاحب رسالة لا يبيح لك أن تطغى، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. لو يعلم الظالم كيف أحصى الله ظلمه وكتب كل بغيه وماذا أعد له من عقوبة وما ينتظره من خزي، لما عرف النوم لجفونه طريقا ولا البسمة لوجهه مسلكا. حسبوا أن العالم الحر سيثور على الظلم والعدوان، وما دار بخلدهم أن الضمير العالمي قد مات منذ زمن بعيد.